السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف في المحاضرات في مساق الإدارة أو المانجمنت for physical therapy. الموضوع اللي هنتكلم فيه اليوم إن شاء الله موضوع اللي هو التيم أو التيم ووركينج. زي ما احنا عارفين اليوم العالم كله مفهوم التيم ووركينج والعمل الجماعي يعتبر من أهم عوامل النجاح في أي مؤسسة. ما فيش حدا اليوم حاجة اسمها النجاح الفردي، أصبح كل العالم يتكلم على الفريق والعمل بلغة الفريق والمشاركة في العمل، وإنه لكل شخص في هذا الفريق له مهمة معينة بتعاون مع بعض عشان يحققوا الهدف المشترك أو الغاية المشتركة. فبالتالي أي عمل ناجح اليوم اللي هو بيكون من ضمن فريق، يعني ما حدا بيلعب يعني زي ما بيقولوا سولو أو بيلعب لحاله في هذا. في طبعا بعض الأشياء تحتاج إنه في بعض الأمور يكون يعني إلى حد ما شخص قائم فيها بذاته، بس بشكل عام الأغلب يعني العمل أو أغلب الأشياء الناجحة اللي هي بتكون بشكل فريق أو بتعمل بشكل تيم وورك، بيشارك كل أو كل الفريق بيتشارك في العمل. تعريف التيم اللي هو هاي بيرفورمينج تاسك جروب، هاي بيرفورمينج تاسك جروب، هو ممبر ار انترديبندنت اند شير كومن بيرفورمانس اوبجكت. يعني مجموعه من الاشخاص الماهرين بيكون هاي بيرفورمانس، عشان نكون نتكلم عن انه هذول الفريق بدهم يكونوا دائما كلهم على نفس الليفل ونفس المستوى من العمل، فكلهم بده يكون على ستاندرد عالي. هاي بيرفورمانس ممبر interdependent يعني ايش؟ يعني كلهم عملهم مترابط ومتداخل، يعني كل واحد يعتمد في عمله على الاخر. وكمان يعني ليش؟ لانهم اتفقوا يعني يكونوا في عمل مشترك، يبقى share common performance object، كلهم بتشاركوا تحقيق هدف او غايه واحده. يمكن لو طبقنا على الرياضات مثلا كره القدم، تنلعب في فريق من 11 لاعب، في جون، في خط دفاع، في خط وسط، خط هجوم، وهكذا، كلهم بيشتركوا في اللعبة عشان يفوزوا باللعبة وهكذا. نفس الشيء اليوم احنا في العلاج الطبيعي نشتغل في منظومة عمل يكون فيها فريق من العمل يضم العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الأخصائي الاجتماعي، النفسي وهكذا. في بنعمل كل يعني بيعمل بنظام فريق من أجل مصلحة المريض. التيم وركينج هو عبارة عن a group of individuals who are working together to achieve a clear goal for which they hold themselves accountable. يعني هم مجموعة من الأشخاص اتفقوا أن يعملوا، أو يعني سواء اتفقوا أو كلفوا أنهم يعملوا مع بعض كفرقة واحدة في لهدف أنه يوصلوا لهدف واحد، أو هم صاروا عندهم التزام يعني نفس شخص او التزام يعني في هذا العمل، وكمان عندهم يعني ممكن يكون في جهه بتحاسبهم اكاونتبل، يعني في يعني او هم بحاسبوا نفسهم يعني من حيث انه لازم احنا ننجح ويكون عنده هدف تقيل لا تحقيقه، هدف واضح لتحقيقه مع بعض بشكل جماعي. Everyone is working together for success of the activity أو الأورجنايزيشن، يعني كلهم بيعملوا مع بعض. ليش؟ عشان النجاح الجماعي. هذا ما يميز موضوع التيم، ما بيشتغل عشان ينجح لحاله. أنا ممكن أشتغل أدرس لحالي وأتعب ومش عارف إيش، بكون أنا هدفي الشخصي في عملي في بزنس الخاص فيا، بس لما بدي أشتغل في تيم، أنت كلكم كتيم واحد تشتغلوا سواء في مؤسسة، في شركة، في جمعية، في أي مجال، مع اتفقتوا تكونوا تيم عشان تنجحوا مع بعض together، يكون النجاح للجميع. فهنا مفهوم التيم يعني فيه نوع من الإيثار، فيه نوع من المشاركة الجماعية، وكل واحد يحس بالآخر في هذا الشيء. طيب إيش الفوائد التيم وورك؟ إيش هستفيد أنا من موضوع التيم وورك؟ لما نكون بنشتغل كتيم يبقى هنكون متفقين على الهدف. يبقى اهم شيء انه في يكون حيكون كل اعضاء هذا الفريق اتفقوا على هدف او جول واحد، وماشيين على نفس التراك ونفس الخط. احنا بدنا مصلحه المريض، لو حطينا اهداف معينه حنمشي فيها لتاهيل هذا المريض انه يرجع يكون اندبندنت في حياته. او انت مسؤول قسم، انت مسؤول انك عندك خطه عمل
من ضمن خطة العمل المؤسسة أنك أنت تحقق أهداف في كل شهر أو في كل ربع سنة. عندك أهداف معينة لازم تحققها ضمن فريق العمل اللي بتشتغل فيه. يبقى أنت في هدف واضح ومتفق عليه لبعض في هذا الفريق. تاني حاجة clarifying rules عشان ينجح الفريق. كمان عندنا حناخد تقسيمته إنه كل واحد له في الفريق هذا رول، له دور. ما ينفعش كله يكون بنفس العمل متشابه، وده ما بيكونش اسمه فريق، بيكون كوبي بيست من بعض. فكل واحد حيكون مميز في شيء وعنده ضعف في شيء آخر. فكل شخص حيكون مميز في شيء حيكون مكلف فيه. يعني مثلا شخص مهمته مثلا يعني عنده مقدرة على الاتصال والتواصل مع الناس أو العالم، يكون هذا استقبال الجمهور أو ما شابه، أو المعاملات في المؤسسات الخارجية. شخص مثلا عنده مقدرة على مهارات الكمبيوتر الحاجات الإلكترونية بشكل عام، يبقى حيكون مثلا شغل سكرتاري، وما يعني كل واحد حسب مهاراته. ونفس الشيء في العمل، بنقسم الفريق إذا كنا مستشفى مثلا. شخص مثلا مميز في العمل مع الأطفال، يبقى حنخصه للعمل مع فرقة الأرض مع المرضى اللي هو البديات. شخص اللي بيكون مميز في العمل في الحاجات الصدرية بيكون حيشتغل في الصدرية أو العناية وهكذا. فكل يعني شخص بيكون إيش عارف دوره والرول اللي مطلوب منه وبيشتغل على أساسه. طيب إيش كمان حستفيد من هذا؟ إنه في شيرنج اكسبرتيز اند سكيلز. لما يشتغل في فريق أو يكونوا بيشتغلوا في فريق مع بعض، ويعني زي ما بيقولوا بقلبهم على بعض يعني بالعامية، فبالتالي كل واحد حيشتغل حيلاقي إنه عنده حاجة ممكن يعطيها لزميله أو يعلمه إياها، مش حيبخل عليه. وهذا من الواجب الأخلاقي والديني، إنه كنت عندك معرفة أحسن من زميلك، أو لقيت عند زميلك يعني عيب أو زي كده في بعض الجوانب أو نقص، إنك تساعده. هو نفس الشيء، فيش حدا كامل، أنت ممكن تكون عندك ضعف في شيء عند زميل آخر يساعدك فيه وهكذا. فبالتالي تبادل ونقل الخبرات واكتساب الخبرات من بعض، اللي هي بنسميها البير ليرنينج، العمل او التعلم من الزملاء. فهذا من احد مكاسب الفريق. ماكسمايز يوز اوف ريسورس، كمان انك انت تستفيد اقصى استفاده من الموارد. لما تكون تشتغل في تيم فحتكون استخدامك للموارد والمتاحة بيكون بشكل أفضل، لأنك أنت بدل ما نفس الشيء ممكن يعني أي بند من الموارد عندك ممكن يستخدم لشخص، ممكن يكون يستطيع تستخدمه شخصين وهكذا. فأنت بتستخدم الموارد بشكل أمثل وتوفر بشكل كويس. كمان حاجة تانية للنقطة السابقة الـ expertise and skills، انت بتتعلم مش بس مهارات من زمايلك، كمان في حاجات تتعلمها من زمايلك الاعلى منك او الاقدم منك مهمه جدا، اللي هي البيهيفيرز والفاليوز والسلوك. هذه حاجات بتتعلمها الواحد من الناس الاكبر منه اللي عندهم خبره، اللي بسموها حاجه بسميها في التعليم هيدن كاريكولم، يعني المنهج الخفي او حاجه كده بتقولش في الكتاب. حاجات تتعلمها من الناس اللي عندها ثقه، اللي الناس اللي عندها يعني ضمير صاحي في العمل، في أخلاقهم وهيك زي كده. فأنت بتكتسب برضو الحاجات، مش بس السكيل، بتكتسب كمان الصفات الجيدة من الناس الكويسة اللي تشتغل معاها، إن شاء الله يكونوا مستقبلا. كمان شغلة تانية motivating support and encourage member of the team. لما يعني لما تشتغلوا مع التيم بتشجعوا بعض، تسندوا بعض، فيكون support، في تشجيع. لا احنا اليوم قربنا، يعني في حيكون في روح تعاون ومشاركة والتشجيع المتبادل، بحيث انك تصل كفريق وبيكون يعني حلاوة النجاح فيها افضل. Improving relation with the staff group. طبعا احنا كبشر بنحب ان نكون العلاقات الانسانية والعلاقات طيبة بين الزملاء. فلما تشتغل في التيم وتلاقي زميلك بيعلمك وتستفيد منه وهو بيستفيد منك، فهذا حيحسن العلاقات الشخصيه في داخل الستاف، وهذا بينعكس ايجابا. طبعا كل ما كانت العلاقات، واللي بنقول عنها الكيمياء بالبلدي يعني الكيمياء بين الاشخاص كويسه، فهذا حيحسن طبعا، حينعكس على اداء العمل بشكل كويس.
كمان حيساعد على decision making، حيساعدك في ويشجعك في اتخاذ القرار المناسب، لأنه مثلا حيكون في إجماع مثلا في الرأي، في توافق فكري، في يعني تفاهم متبادل، فيبقى حيكون عملية اتخاذ القرار بشكل كبير سهلة. وفوائد الكريم إن كمان أحد الفوائد من التيم كمان increase participation، لما تشتغل في تيم هتحس حالك إنك أنت جزء من عملية اتخاذ القرار، بس مش بيجيكاش القرار من فوق إنك أنت تنفذ، لا أنت جزء من هذا القرار. فلما تكون زي ما تكلمنا في التشينج في المحاضرة اللي قبلها، إنه كل ما كان الشخص هو مشارك في عملية التغيير بس يكون إيش أسهل التغيير وحدوثه. Realizing individual potential، انك انت كمان تشوف يعني ايش يعني كصاحب يعني كمشاركين في التيم، تشوف امكانيات الفرديه لكل شخص، ايش الامكانيات وايش مهاراته وايش المقدره بتاعته، وبالتالي هذا بتساعدك كمان على توظيف الشخص في العمل المناسب له. طبعا كمان بيكون الكوميونيكيشن جيد جدا، التواصل، انكم تشتغلوا دائما مع بعض يعني في تيم واحد، فدائما بتشوف بعض، فمش محتاجين يعني نوع بنسميها رسميات في التعامل، فيبقى التعامل بيكون سلس وسهل، ما فيش اي صعوبة فيه. وكمان من الحاجات اللي هي بتأكد النقطة رقم ثلاثة، انه بزيد النوليدج والاندرستاندينج، انك انت لما تشتغل في التيم قلنا حتكون في ناس اكثر منك خبره وناس اقل منك خبره، فهذا احد اهم فوائد التيم انا بعتبرها، انه الناس الاقل خبره تاخذ من الناس الاعلى وهكذا، بل في يصير تبادل للمعلومات وللخبرات. ولا قلنا كمان حاجه مهمه اللي حكيت عنها، السلوك والبيهيفير الايجابي طبعا مش السلبي من الناس اللي عندهم خبره اكثر وحكمه في العمل. وطبعا لما تكون تشتغل مع بعض كلكم في شيء قالب واحد او زي او قارب واحد زي ما بقول، حيقل الستريس والانكزايتي، حيساعد في انه يكون فيش ستريس في توتر في العمل، لانه الكل متشارك، فيش حد بيشتغل لحاله وعليه كل اللود، فحيكون الضغط والتوتر اقل بكثير في الطريقه هذه. طيب ايش يعني تيم ووركينج؟ زي ما حكيت توي، قلنا هو مجموعة من الناس working together on base of sharing perception، يبقى عشان يكون في تيم ورك هدول حيكون مع الناس بيشتغلوا على قاعدة انه البرسبشن او الفكر او التوجهات يعني متفقة او متساوية، يعني متفقين عليها. ما ينفع اجيب يعني نسبب يعني نديها مثال سياسي، الناس من اقصى اليمين وناس من اقصى اليسار واقول لهم انكم تشتغلوا تيم، لا، لازم يكون الى حد ما عشان يشتغلوا تيم بدهم يكونوا مثلا في يعني لغه تفاهم او لغه مشتركه بينهم، فيبقى لازم يكون في بيرسبشن وتوجهات يعني واحده او متفقين في توجهاتهم، ومفيش يعني نوع من التنافس في هذا بينهم بين بعض. تاني كومن ان بيربس، كمان في اتفاق على الهدف تبعهم، خلاص هم في توافق وهدف واضح لهذا التيم. كمان قلنا لازم يكونوا متفقين على الأدوات وعلى الطريقة، يعني طريقة العمل، عشان يكونوا في تيم حيكونوا بتناسبني أنا وغيري وسين وصاد وكله من الفريق، الأسلوب العمل والطريقة اللي بيتم فيها العمل خلاص كلنا متفقين عليها وما في خلاف، واضحة بالنسبة للجميع. وكوميتمنت، يكون في التزام، عشان ينجح الفريق لازم يكون الكل ملتزم بعمله، كل واحد كله بعمل مطلوب منه يخلصه. انت مطلوب منك تشتغل مع المريض الاطفال، غيرك مطلوب مع الصدريه، غيرك مطلوب مع يشتغل مع فريق مع مريض الحروق وهكذا، في او انك انت لك في المريض هذا جزئيه معينه توسطه فيها، غيرك بعد كده زميلك هيعمل كذا تاني، او كنتوا في قسم اداري كل واحد له عمله، الجوب ديسكريبشن واضحه له، فكل واحد عارف عمله ملتزم فيه. وفي كوبريشن، في تواصل واتصال وتعاون مع بعض طبعا لازم يكون. وكمان ريزولفينج ذس اجريمنت اوبنلي باي ديسكشن، يعني لو صار في اي خلاف طبعا كأي بشر مش حيكونوا 100% زي الاسنان، مش حيكون في احيانا في ديس اجريمنت،
بيفتح نقاش وبيتفق على طريقة بشكل حضاري لحلها عن طريق الأوبن ديسكشن مع بعض، إنه في خلاف على النقطة هذه، طب نطبع نتفق نتكلم نتبادل الأفكار، هذه حلها بيتم 1 2 3 وهكذا. فبالتالي في يعني كناس ناضجة بتتكلم مع بعض وتحاول تصل لحل للمشكلة. طبعا هذا مش حيصير بشكل أوتوماتيكلي، التيم هاز تو بي مانجد if it is to be effective. لازم يكون ايش التيم هذا له اداره عشان تكون ايش بشكل effective بشكل ناجح. يعني هذا مش حيكون يعني بيوم وليله، لانه حيكون في لازم تيم هذا يكون له ليدر بتدخل عندما يكون في مشكله وبتابع وبناقش الامور بسلاسه، والاداره الجيده هي اللي حتصل فيك لتيم جيد. فبالتالي مين هو نقول عنه بيست تيم؟ ايش هو افضل فريق؟ افضل فريق لازم يكون فيه عده مواصفات. اول حاجه ان هو كوهيسيف، يعني مترابط، يعني زي ما بيقولوا قلبهم على بعض ومترابطين يعني متلحمين في العمل. ثاني حاجه انه بوزيتيف ليد، يقادوا بشكل ايجابي، يعني القائد تبعهم بيتدخل بشكل ايجابي وما في اي مشكله. والجولز والاهداف قلنا واضحه تكون، وفي اتفاق وتشاور او تشارك في هذه الجولز، والمشاركه قلنا جميعا الكل مشارك، فيش حدا بيشتغل لحاله، ودائما كل واحد مهم. فدائما ما احس كل واحد مهم وادي له يعني زي ما بيقولوا اعمل له امباور، اشجعه اقويه، فكل واحد في مكانه مهم، وكونتينوس امبروفمنت، دائما يكون في تحسين مستمر للاداء. طيب هذه البيست تيم اللي بكون فيها هذه المواصفات، مترابط والقيادة الجيدة والإيجابية وتدير وشير جولز واضحة، وكل مشارك فيش حد بيشتغل لحاله سولو هنا وهنا، والباقي بيشتغل مع بعض، وبتعزز الكل بيتم تعزيزه، مش واحد بسيبه كل اللود عليه والتاني لا لا، في تقوية اللي يكون ضعيف من جوي وهكذا، ودائما ايش في تحسين مستمر للأداء. طب ليش انا بدي قلنا التيم؟ عشان دائما اليوم احنا اصبح العالم مش زي زمان، increase complex and multi faceted problems، يعني المشاكل صارت اعقد وحلولها بدها مشاركه وبرين ستورمينج من يعني وجلسات حوار ونقاش مشاركة الجميع فيها، لأنه ما بطلت المشاكل اللي تظهر في العمل حاجات بسيطة، زي كل ما زادت مؤسسة في حجمها كل ما زادت أعباء كل ما زادت مشاكلها، فبالتالي كل ما كان العمل معقد، فبالتالي بحتاج تيم وعمل جماعي عشان إيش عشان يتم حلها هذه المشاكل. Integration of divergent point of view، يعني في كثير يعني وجهات نظر مختلفة، اختلاف في وجهات نظر الأشخاص بين شخص للآخر، فاختلاف في وجهات النظر هذا الدايفيرشن أو اختلاف بشكل عام بين الأشخاص في وجهات نظر بيحتاج إنه جلسات معمقة ونقاش مستمر، فهذا بيساعد بيحتاج يكون عمل بيتم في بشكل تيم ووركينج عشان ينجح. فيبقى التيم او من احد، ليش انا بقول بدي تيم؟ عشان هذه احد اسباب بتحتاجها او مهمه عشان لوجود او وجود التيم بيساعد في حلها بشكل كتير. يبقى اول شيء يعني المشاكل معقده عفوا مالتي فيستد، يعني عفوا مالتي فيستد يعني وجه اوجه متعدده وعديده الاوجه والمشاكل وبشكل متزايد، يعني غير عن الوقت او الزمن السابق نسميه. الحاجه الثانيه قلنا انه في وجهات نظر متباينه بين اعضاء الفريق الواحد، فبالتالي اختلاف في وجهات النظر هذا أحيانا بيحتاج لنقاش ولا نوع من الاتفاق على الحل الأمثل له. كمان بزيد التيم بزود على الكولابوريشن، التعاون، يكون في تعاون مشترك يعني وجماعي.
كمان يكون في معرفة لطبيعة العمل. كل واحد لما يكون في تيم، حكينا سابقا بتقسم العمل وكل واحد بيلتزم بالمطلوب منه، وبتكون البروسيس للعمل هذه مشروحة لجميع. يعني في جوب ديسكريبشن، قلنا حكينا مهم جدا موضوع الجوب ديسكريبشن في نجاح أي إدارة، فكل واحد له جوب ديسكريبشن يلتزم في أداء العمل المطلوب منه. كمان حيكون الجو في المكان هذا مريح، ويعني كتيم تشتغل نوع من التيم وورك، في انفتاح على الآخرين. أنت مش مسكر حالك ومسكر حالك المكتب وكوكب لحالك، لا، ففي نوع من الانفتاح على الآخرين والتعاون والتشارك في الآراء والأفكار. بالتالي هي بتيجي النقطة اللي بعديها، إنه في عندك كل ما زاد أعضاء الفريق وجهات النظر المختلفة اللي قلنا عليها هنا، حيكون في ايدياز مختلفة. فالافكار هذه حتديك اكيد توارد الافكار من وجهات نظر مختلفة والتوجهات مختلفة، حيديك بالاخر حتصل للحل الامثل للمشكلة. بالتالي كمان لما يكون تشتغل كفريق، حيكون القبول للحل هذا أكثر، لأنه حكينا سابقا في الشرح السابق أنه في مشاركة، أنت شاركته في الحل، فبالتالي عملية قبول هذا الحل يكون إيش أسهل وأوضح للجميع. كمان بالتالي بيكون الامبلمنتيشن ريت عالي جدا، يعني اللي هو الأداء، معدل التنفيذ للعمل أعلى جدا في الفريق، لأنك بتشتغل أسرع منك. انت مطلوب منك شخص واحد يقوم بكل العمل، ففي كل واحد بيقوم من جزء، ما زي اللي بيبني عمارة، في ناس عليها البناء الحجارة، في ناس عليها تمديد السباكة، في ناس عليها الكهرباء وهكذا، فكل واحد بيشتغل عمله وعارف ايش العمل، فبالتالي بيكون العمل سريع. able to tackle large issue، كمان بيقدر يواجه او يحل مشاكل كبيرة وعويصة، لانه قلنا هذه يعني ميزة جدا مهمة جدا، انك انت عندك divergent point of view، عندك ناس متعددة الثقافات بيكونوا متعددة وجهة النظر، فبالتالي تعدد الافكار وال يعني نقول يعني زي ما بنقول في مثل two mind better than one mind، فبالتالي لما يكون ثلاثة وأربعة وخمسة في كذا عقل بيفكر في نفس المشكلة، في كل واحد بيشوفه من وجهة نظر مختلفة، فهذا بالتالي بيساعدك على انك انت تلاقي حل بالذات لمشاكل تكون كبيرة. كمان الماتوال سبورت، الدعم المتبادل، كله يعني كتيم الكل حيكون قلبه على الثاني، فبالتالي كل بيدعم الاخر وفي يكون كوبريشن وتعاون مستمر. تلقى هنا ليش بدنا تيم؟ قلنا عشان المشاكل متعقدة وإلها أوجه متعددة، مالتي فيستد، وتعدد في وجهات النظر والتعاون والمشاركة في طريقة العمل والجو الإيجابي والأفكار اللي بتدينا بشكل كتير، وبالتالي بيكون سهل حلها وتنفيذها سريع، وحتى لو كانت مشاكل كبيرة ويكون في دعم متبادل وتعاون في جميع لجميع الأعضاء الفريق. فكلها يعني مزايا بشكل عام. طيب، مازال كل هذه مزايا، بيجينا سؤال هنا بقول لك ليش التيم فيل؟ إذا كل احنا عمالين نحكي مزايا وشعر في التيم، طب ليش يفشل أحيانا موضوع التيم؟ ليش؟ إذا كان في عدة أسباب أو عدة نقاط زي unclear purpose، يعني التيم بس مش واضح هدفه، ليش يعني متجمعين زي ما بيقولوا، ليش الهدف من العمل تبعهم غير واضح. ثاني حاجة السينيورز نوت سبورت، يعني الناس الخبرة الكبيرة تدعم ايش الأقل، قلنا من عشان ينجح التيم سابقا انه لازم يكون في تشارك في الأفكار والآراء، وانه الناس الأقدم تدعم الأقل وهكذا. فإذا كان الناس السينيورز ما بدعموش الجينيورز، الناس المبتدئين، يعني السينيورز الناس اللي عندهم خبرة والمفروض انه عندهم صار عندهم يعني الوعي والإدراك والمسؤولية الكبيرة،
يدعموا والخبره العمليه الكثيره يدعموا الناس الاقل منهم. اذا ما كانوش بيدعموا الاقل منهم فمعناته مش حيعلموهم، فمعناته انه حيكون في جاب كبيره بالعمل بين الناس السينيور والناس اللي هم مبتدئين، فبالتالي بيسقط هذا الفريق لانه في جاب كبيره في العمل والعمل مش حيكون جيد. جروب بروسيس بروبلمز، يعني ما كل واحد بيشغل لحاله، يعني انه ما فيش توافق، او يعني زي ما بيقولوا ما صارش انه عملنا عمليه يعني تقسيم العمل بشكل ايجابي يعني واضح للجميع، فبالتالي صار انه كل واحد بيشتغل لحاله وما فيش فيه تفاهمات او ما فيش نوع من الحوار والتفاهم بينهم. كمان فيش كله، بالتالي مش بس هيك هم بطلوا كمان كل مجموعات عمل تتشارك او تتعاون، بس كمان كل واحد بخبي المعلومات، يعني كل واحد انفورميشن بروبلم، ما فيش تبادل للمعلومات يعني، فكلهم بالعكس حاجات غير ايجابيه. اللي هي اول شيء فيش هدف واضح، الناس اللي عندها خبره بتعاملش الناس الاقل خبره، وكل واحد بيشتغل بطريقه يعني زي على كيفه زي بيقولوا. وكمان مش بس هيك، كل واحد مخبي المعلومه العلم عن غيره، يعني معناته كل مسببات كل اسباب الفشل موجوده. بالتالي اي تيم فيه هذا الكلام يعني هذا فريق ملوش لزوم او فريق فاشل بشكل اساسي. طيب نيجي لنقطه مهمه جدا جدا جدا، وانتبهونا جدا للامتحان هذه، الجدول هذا اللي هو مسميه اسمه ليبنز لاين تيم رولز، باسم العالم يعني اللي هي القواعد او تسعى على التيم رول بشكل عام. وهذه مواضيع أسئلة كثير في الامتحان ومهم جدا هذا الجدول. فقسم هنا ليبن قسم الفريق لتسع أعضاء تقريبا عشان يكون بشكل إيجابي. الفريق لازم يكون فيه يعني لحد ما، مش شرط يكونوا تسعة يعني بشكل عام، بس لو كانوا هذول التسعة موجودين بيكون هنا يعني بشكل كامل وبيكملوا بعض. بس كل واحد له مساهماته او مميزاته وله نقاط ضعف. نقولنا مش حد حيكون كامل 100%، فكل عضو من اعضاء الفريق هذا حيكون هالوقت له مميزات او له اللي هي كونتريبيوشن او ايش الحاجات اللي بيشارك فيها وايش نقاط الضعف اللي عنده. فاول رول من الفريق اسمه بلانت بلانت اللي هو بيرمز له في اللمبة هذه. ايش المساهمات تبعه؟ الشخص اللي بيتميز او اللي بيقول عنه بلانت بيكون كرياتيف، مبدع، يعني عنده تفكير ابداعي، ايماجينيتيف، دائما كمان عنده الخيال والتفكير يعني واسع جدا. ان اورثودوكس، مش تقليدي، هذا الشخص بيكون الشخص تقليدي. سولف ديفيكالت بروبلم، اي مشكله صعبه بيقدر يلاقي حل لها. فيعني هذا يعني عضو فريق اللي بيكون فيه عضو زي كده يكون إشي كتير كويس. بس إيش مشاكله أو نقاط ضعفه؟ إنه ignore incidents to be occupied to communicate effectively. يعني إيش يعني؟ بتجاهل اللي هو اللي بنسميها الحاجات المصادفات اللي بنسميها او الصدف، او يعني بتجاهل الحاجات العرضيه وبيكون دائما مشغول يعني انه للتواصل بشكل فعال، يعني مشغول جدا انه يوصل الفكره بتاعته وما يعني بدوش حاجه ايش ايش عارض يقطع تفكيره. ف يعني اي حاجه تيجي عارض خلاص هو مركز جدا جدا في هذا الشيء، فما تدوش هش في حاجه تشتت افكاره او تقطعها، خلاص هو مركز في شيء ومشغول جدا بانه يوصل فكرته، يعني جدا اوكيبايد انه يوصل الفكره بتاعته بشكل افكتفلي وفعال. النوع الثاني او التيم العضو الثاني في الفريق اللي هو بسميه كوردينيتور. كوردينيتور بايش بيتميز الكوردينيتور هذا؟ اول شيء بيكون انه الشخص هذا بيكون ماتيور،
كونفيدنت، واثق من شغله، جود شير بيرسون، يعني بشكل عام انه يعني بتشارك وبيشارك الاخرين في الاراء، يعني من اسمه كوردينيتور، يعني في عنده موضوع اللي هو التواصل والاتصال والتواصل يعني بشكل جيد، فبالتالي يعتبر يعني كرئيس للعمل كويس، يعني شير بيرسون يعني في العمل جيد جدا. كليريفاي جولز، بيقدر يوضح الاهداف، يعني زي المايسترو كده زي ما انتم شايفين، يوضح الاهداف. بروموت ديسيشن ميكنج، بيعزز كمان عمليه صنع القرار، وكمان ديليجيت، وبيعمل تفويض بشكل جيد وفعال. فهذا الكوردينيتور صفاته شخص ناضج جدا في عمله، عنده ثقه في العمل، لما يكون لو كان رئيسك يكون هو رئيس جيد، بيوضح الاهداف تبعته، بيساعد على اتخاذ القرار، بيعمل عنده موضوع الديليجيشن او التفويض بشكل فعال. طبعا الوقت بدي لما اخلص شرحهم كلهم، كل واحد حيلاقي حاله وين، او يعني بشوف وين حاله في هذه اعضاء الفريق. كان اوفتن سي مانيبيليتد اوف لود اوف بيرسونال وركينج، يعني بس هنا هذا الشخص هذا في بعض الناس بتحسه انه يعني يتلاعب، او يعني انه ببين حاله ايش زي فهله، وزي ما بيقولوا مانيبيليتيف، يعني ممكن الناس تحسه انه بتلاعب، بضيع وقت، وكانه مش بيعمل الشغل كثير. فيعني احيانا انه بياخدش، يعني بقول لك هذا ايش اللي مسويه، يعني ما بياخدش لود زي غيره، لا له يعني اهميته زي ما حكينا. بس هذا ايش، كل شخص له مميزاته وله عيوبه، يعني احيانا الناس بتشوفه او يمكن ينظر اليه احيانا على انه فهلوي، او بتلاعب بالوقت او بالشغل، وانه ياخذ بلود اقل من الاخرين. الثاني بسميه مونيتور او ايفالويتور، اللي هو بيكون يعني بيعمل عمليه المراقبه والتقييم. الشخص اللي بيكون عنده حس المراقبه او التقييم بشكل عام للعمل، فهذا بيكون شخص رصين، صوبر، يعني ايش رصين، عنده يعني نوع من الرصانة في العمل، استراتيجيك اند اللي هو سكريننج، يعني بشكل عام يعني بشكل بفكر بشكل استراتيجي ومميز جدا، بشوف كل الاوبشنز، بشوف كل الخيارات، وعلى اساسها بيحكم بشكل دقيق. فيبقى انه هايو عينه ثاقبة وبيشوف كل إشي حواليه، فبالتالي هذا عشان يكون يوصل للمرحلة هذه بده يكون يعني عنده نوع من الحكمة والرصانة، عنده بعد استراتيجي في تفكيره ومميز جدا في العمل، بيقدر يشوف كل الخيارات، وبالتالي بناء عليها بيحكم بشكل جيد على إيش الأفضل، أفضل خيار ممكن يتم اتخاذه. بس بيعيبه أو الضعف اللي عنده مثلاً، انه بنلاقي عند هذا الشخص انه بنسميها lack of drive and ability to inspire others، ما عندوش حب القياده، يعني هو دائما بفكر وبراقب هذا، ما عندوش يعني ما بحب ان يكون يعني هو اللي بيقود، وما بيلهمش في الاخرين في العمل. طيب النوع الثاني اللي هو بنسميه implementer، يعني بيزرع الشيء او بيأسس لشيء. الشخص هذا بيتميز بانه يكون ديسبلين، منظم جدا زي الترس ما انتم شايفين، ريلايبل يمكن الاعتماد عليه، كونستركتيف بناء في عمله، وافيشنت وفعال بشكل كبير. طيب هو منظم ويعتمد عليه وبناء في العمل وفعال جدا في عمله. تورن ايديا انتو براكتيكال اكشن، كمان بياخذ منك الافكار بيحولها لحاجات عمليه، يعني بيقدر اي فكره بتجيله بيحولها لشيء عملي بشكل اساسي. بس مشكلته ايش؟ لانه هذا زي المثال تبعه كنا في التيرس، فبتاعه يعتبر انفلكسبل، مش بسهوله انك انت، لانه دائما الناس اللي بتحب تشتغل بشكل نظامي بتكون دائما الى حد كبير انفلكسبل، سلو تو ريسبونس تو نيو بوسيبيليتيز، فبالتالي بيكون تقبله للتغيير او الاحتماليات الجديده، تغيير افكاره يكون لحد ما سلو. فزي ما احنا قلنا، فيش شخص كامل، كل واحد له مميزات، كل واحد له عيوب او ضعف في مكان معين.
فمن هنا كل واحد بيشوف حاله وين على أساسها بيكون مكانه في هذا الفريق. طيب اللي بعديه اللي هو بنسميه كومبليميتر أو فينيشر، يعني إيش اللي بفنش العمل، الشخص اللي إيش اللي بيفنش العمل أو اللي بيعمل تفنيش للعمل. هذا الشخص بنسميه بيكون بميزاته أو الحاجات المميزة في عمله أو مشاركته بسموه بين ستاكينج، يعني إيش مجتهد في العمل جدا، يعني بين ستيكينج يعني مجتهد في عمله، انه خلص بحب يفنش يعني يعمل شيء يعني على اتمم وجه. ضميره صاحي، عنده دائما كونشسنس، موضوع الضمير واللي زي ما بيقول ضميره بحاسبه ودائما بيراجع حاله في ان انا عملت الشيء هذا على كما يجب، وزي ما بيقول زي الكتاب ما بيقول. وبالتالي دائما هذا الشخص قلق، يمكن ما عملتش المطلوب، يمكن قصرت بإشي، فعنده دائما حس المحاسبة والضمير في بشكل كبير. سيرش اوت اوف ايرور، دائما بطور وين في خطأ او وين انا في سهيت عن إشي، اوميشنز يعني في اي سهو او خطأ بدور عليه، براقب وين في اخطاء او سهو حاجة زي كده بغطيها. كمان بحب يخلص عمله في الوقت، يعني تبع ديدلاين يوم كذا خلص، هذا طبعه انه بحب يسلم على الديدلاين، بيلتزم في الديدلاين المطلوب. ايش الضعف، نقاط ضعفه؟ انه دائما قلق بشكل كتير او لا داعي، انه يعني ان كلاينت وري انديولي، يعني دائما بميل انه دائما قلق، وعندنا اللي قلنا انه دائما ضميره بحاسبه بشكل كبير، فدائما مثلا في نوع في القلق والتوتر، انا عملت المطلوب ولا لا. ريلكتنت تو ديليجيت، كمان زي هذا بتردد جدا انه يعمل تفويض لغيره. ليش؟ لانه زي ما قلنا بحب هو يعمل كل شيء بايده ويفنش ويتاكد انه كل شيء تم على اكمل وجه. فلذا الشخصيه زي هذه بتحبش تعمل تفويض لغيرها في العمل، بقول لك لا انا بحب اعمل كل شغلي يعني بايدي واكون متاكد منه. طيب النوع الرقم اللي بعديه او العضو اللي بعديه بسموه ريسورس انفستيجيتور او انفستيجيشن، اللي بيعمل او العضو المسؤول عن البحث عن الموارد. فاللي بده يدور على موارد زي كده فبده بيكون ايش دائما اكستروفيرت، منفتح للاخرين، على الاخرين بشكل عام، منفتح للمؤسسات، وعنده لو افكار الاخرين بيقدر ياخذ افكار منهم وهكذا. انثوزياستيك، دائما متحمس، كوميونيكيتيف، يعني عنده كمان الاتصال والتواصل فعال، وبيشوف الفرص المتاحه، اكسبلور اوبورتونيتيز وديفلوب كونتاكت، وكمان بيعمل خطوط اتصال وتواصل مع الاخرين. فيبقى هذا الشخص يعني مميزته انه بدور على وين في حلول وفي ممكن اجيب ريسورس لهذه المؤسسات. بس بيعيبه احيانا انه اوفر اوبتيمستيك، احيانا ممكن يكون يعني يعني الى حد ما يعني ب متفائل او ما بشكل كبير احيانا، او متشائم، او لوس انترست وانس انيشال انسيوسز هاد باست، يعني خلص او بيفقد خلص خلصت المهمه، بنقول بقل اهتمامه فيها، بصير ايش ينتقل على النقطه اللي بعدها، بخلص بيفقد الحماسه زي ما بيقولوا في هذا الموضوع، وبنتقل على موضوع اخر بشكل سريع. فزي ما احنا شايفين كل شخصيه يعني إلها ما يميزها وإلها ما أو ضعفها أو النقاط اللي هي في يعني تعيبها إلى حد ما. فيبقى هذا الشخص بيكون عنده فرط كتير في التفاؤل أو الأمل الزيادة، أحيانا بيكون إنه لما عيب الأمل الزيادة إنه لو بتمش بيكون disappointed زيادة برضو كمان، وبس على طول من حد مجرد خلص زوال الحماس اللي كان فيه، اللي كان داخل فيه النفس الحامل كان فيه، مجرد ما يقل خلاص بقل اهتمامه في هذا الموضوع وبشوف حاجة تانية. النوع التاني بسميه شيبر، اللي هو الشخص هذا السلطوي أو اللي بيمشي زي ما شايفين رمزه القضباج يعني، وهذا فهذا الشخص دائما ايش challenging، عنده نوع بحب التحدي، دايناميك،
بحب يتحرك ويشوف الفرص المتاحة. سيلف اون بريشر، لما تحط تحت ضغط بنجز، يعني بحب يعني يشتغل تحت ضغط عالي. درايف اون كاريج تو اوفركام اوبستكل، دائما بقول لك يعني عنده الحب انه ايش يتغلب على المشاكل وعلى العقبات، وبتلاقيه هذه حاجه بالنسبه له يعني كنوع من بيشوف نفسه فيه وعنده المقدره على هذا الشيء. فهذا اللي هو نسميه الشيبر، او الشيبر بسموه يعني الشاطر، او النوع من الحد الديناميكي، بحب الشغل تحت ضغط وعنده شغف انه يتغلب على العقبات بشكل ايش. بس هنا born to perfection often people feeling، مشكلته انه الشخص هذا من السهل استفزازه، يعني سهل تم استفزازه، وممكن يا كمان يكون عدواني وما يراعيش شعور الاخرين في طريقه تصرفه وكلامه. عشان قلنا هيك بسموه شيبر في تصرفاته وسلوكه، احيانا هذا يعني لحد ما بيكون مش مريح للاخرين، يعني ممكن يجرح الاخرين بكلامه ما بهمه، انه خلاص ما بده ينفذ المطلوب منه مهما كان العقبات والضغط اللي حواليه، او انه بيشتغل تحت ضغط ممكن يعني يضغط على نتيجة هذا الضغط انه يسيء للاخرين في كلامه او ما شابه. العضو اللي هو القبل الاخير اللي هو التيم وركر، هذا الشخص بيكون كوبريتيف، مايلد، سهل جدا يعني، بريسبتيف اند دبلوماتيك، لسن، بيلد افريست فريكشن، يعني بشكل عام هذا الشخص كل يعني نواحي ايجابيه، بيستمع للآخرين، دبلوماسي، متعاون، يعني إلى حد ما الصفات اللي فيه كلها بتكون جيدة جدا. بس إيش المشاكل اللي بتلاقيها فيه؟ إنه بشكل عام conducive to crunch in crunch situation، يعني إيش؟ غير حاسم في المواقف الصعبة. لما تحطه في موقف بده حسم بيعرفش ياخذ قرار ويحسم في الموقف الصعب اللي بده اخذ قرار. فهذا الشخص يعني بس يعني بيقدر يتعاون مع الاخرين بشكل كويس، بيحترم الاخرين، دبلوماسي، بيستمع كويس، وبتجنب الاحتكاك او يعمل المشاكل مع الاخرين. بس عيبه انه قلنا انه ما بيقدر يحسم في المواقف الصعبة. العضو الاخير او اخر اعضاء في اي فريق سبيشاليست. سبيشاليست هذا بشكل عام سنجل مايندد، يعني ايش سنجل مايندد؟ يعني تفكيره يعني في اتجاه واحد، انا متخصص، يعني انا سبيشاليست، انا فقط شغلي اني اعمل مرحلات سي في اي، اشتغلي بس اني اشتغل مع سباينال كورد، شغلي مثلا اني اشتغل بس بفهمش غير في هذا المجال، بفهمش في شيء ثاني. فيبقى هذا السبيشاليست بشكل عام ما بيطلعش تفكيره غير عن النطاق اللي بيشتغل فيه، بكرس شغله يعني بشكل كتير للهدف او لتخصصه، بروفايد نوليدج اند سكيل اند ان ريل سبلايد، يعني لو كان في حاجه مش عارفها حدا هو اللي بيقدر يعرف يلاقي الحل إلها، وبدي المعلومات والمهارة المطلوبة في الحاجات اللي غيره ما فيها نقص من عند الآخرين. فيبقى دائما هذا مشكلته، إنه بس هو متخصص بس إيش في حاجة واحدة بيبدأ لحاله فيها، وخلاص بيبدأ كل جهده وبركز فيه بشكل كتير، وبدي معلومات ومهارات لهذا الحل، لحل هذه المشكلة. بس مشكلته انه خلاص بما انه متخصص فجدا، فخلاص بس بتدخل في نطاق واحد فقط اللي هو اللي بيفهم فيه فقط، وبركز كتير، بديك كتير حاجات فنيات وبغرق في تفاصيل، يسهب بشكل كبير في تفاصيل حل هذه المشكلة، لانه خلاص هذه تخصصه وهذه اللي بيفهم فيه. فكل واحد مع نفسه يفكر هل هو بيلاقي حاله في البلانيت، هل هو كوردينيتور، هل هو مونيتور ايفالويشن، هل هو امبلمنتر،
هل هو كومبليت او فينيشر او هل لا ريسورس انفستيجيتور او لا هو شيبر ولا تيم وركر وسبيشالست. برجع بقول هذا الناين رولز هذه مهمة جدا جدا وفيش الامتحان بيخلى منها، فالمطلوب كل واحد تفهمه ايش مواصفاته وايش نقاط الضعف.